أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء نمبر 16 ربي أوزعني زاق کو سختی سے کریں ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه اعمل میں جھٹکا نہ آئے کہیں جاری رکھنے کی آواز کریں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْزُوهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إني تبت إليك وإني من المسلمين توب کے با کے اوپر کلکلہ زیادہ واضح کریں إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأصلح لي في ذريتي آپ پھر سے شروع سے پڑھیں دو دفعہ اب ربنا کی دعائیں دعا نمبر ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة
Rabbana atina Rabbana atina Fid dunya dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar फिर पढ़ें दुआ नंबर दो रब्बना आतिना मिन लदुंका रहमतन वहय्यिक لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا من أمرنا رشدا چلیں پڑھیں صحیح دعا پھر پڑھیں फिर से पढ़ें दुआ नंबर तीन रब्बना अलैका तवक्कलना रब्बना अलैका तवक्कलना وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا كَلَّا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ دعا نمبر چار رَبَّنَا آمَنَّا
Rabbana amanna. Bima anzalta. Bima anzalta. Wattaba'na ar-rasula. Wattaba'na ar-rasula. Faktubna ma'ash-shahidin. Faktubna ma'ash-shahidin. Baka kalkala kuch logo ka waze nahi ho raha. Faktubna ma'ash-shahidin. Chale padhe isko do dafa. Phir padhe. फिर पढ़े दुआ नंबर पांच रब्बना अतमिम लना नूरना Rabbana atmim lana nurana Warfir lana Warfir lana Innaka ala kulli shay'in qadir Innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana atmim lana nurana warfir lana Innaka ala kulli shay'in qadir फिर पढ़े एक दफा फिर पढ़े हाँ जी आखिरी दुआ दुआ नंबर छः Rabbana hab lana Baka kalkala Rabbana hab lana Min azwajina Min azwajina وَذُرِّيَاتِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُّنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا قُرَّةَ عَيُّنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُّنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا फिर दो दफा कर लें ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين ثم امين